السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطعنا اليوم عن تجربة الشراء من موقع هوبيوم للخيوط عن طريق بطاقة الصراف. أول حاجة راح تحتاجيها هي بطاقة صراف حديثة مكتوب عليها فيزا. أنا هذه اللي استخدمتها، استخدمت بطاقتي من بنك البلاد. حتحتاجي الرقم الطويل الموجود على البطاقة، راح تحتاجي كمان الاسم زي ما هو مكتوب على البطاقة وتاريخ انتهاء البطاقة وآخر شيء الثلاث أرقام الموجودة خلف البطاقة. راح تحتاجي لعنوانك الوطني، ويفضل يكون العنوان بنفس الرقم الجوال اللي راح تحطيه في الموقع. حتحتاجي في العنوان الوطني الأربع أرقام الخاصة بالمنزل، رقم الوحدة اللي انت ساكنة فيها إذا كان المنزل شقة، اسم الشارع واسم الحي، الرمز البريدي والرمز الإضافي والمدينة والمملكة العربية السعودية إذا كنت من المملكة، رقم الجوال ويكون نفس الرقم المستخدم في العنوان الوطني، البيانات باللغة الإنجليزية زي ما هي موجودة في العنوان الوطني. إذا فتحتي عنوانك الوطني روحي عند طباعة العنوان ورح تلاقي البيانات مكتوبة بالإنجليزي، انسخيها زي ما هي وحطيها في الموقع. أمر الشراء كان بتاريخ 6 مارس، التأخير كان من شركة الشحن DHL مو من الموقع، يعني الخيوط وصلت للرياض في يومين ووصلتني لنا البيت بعدها ب3 أيام. رابط الموقع راح احط لكم هو اسفل المقطع في صندوق الوصف. الان انا حوريكم السلة انا ايش اخترت من الموقع. اخترت سنارات كلوفر المقاسات الكبيرة من مقاس 6.5 لين مقاس 12، مقاس 15 كان منتهي. واخترت خيوط الكيك هذه، وخيوط ماني عارفة ايش تطلع، بس انه فيها لمعة وكأنها رموش، بس ما هي خيوط الايلاش، لا شي ثاني. وزي ما هو واضح لكم الشحن يومين من الموقع ويشحني مجاني لاني طلبي اكثر من $300. طبعا اتكلمت قبل كده في مقطع سابق انه في موقع هوبيوم اذا كنتي من السعودية اذا اشتريتي $300 او اكثر تاخدي الشحن مجاني. انا الان كتبت تفاصيل عنواني زي ما هي موجودة في العنوان الوطني، وشركة الشحن هي شركة DHL، حتوصلك لين البيت عن طريق شركة DHL. بعد كده حتكتبي بيانات بطاقة الصراف وبعدين تعملي تشيك اوت. انا ما استعملت البيبال، استعملت بطاقة الصراف حقتي عادي. حضغط على سبمنت، والآن الموقع بيعمل processing والorder حقي تم. حتجيني على الإيميل الفاتورة وحيجيني تفاصيل الطلبات اللي أنا طلبتها. عندي الorder ID طلع كمان معايا، هذه تفاصيل شحنتي، الأشياء اللي أنا طلبتها. الموضوع اخذ معايا 5 ايام لاني كمان ما طلبت في الويكند، طلبت وسط الاسبوع يوم الاثنين، فعشان كده جاتني يوم السبت البيت. الان رح نفتح الخيوط، اول خيوط عندي انا اشتريتها بالباك
اشتريت من كل خيط 2 باك، يعني 6 حبات، الباك الواحد فيه 3 حبات. خيط من ماركة كارتبو اسمه مايتريوشكا فيريجيتد كيك يارن. صورة توضح لون الخيط كما هو موجود في الموقع والبيانات الموجودة في الخيط، نوع الخيط، سماكة الخيط، حجم الخيط، السنارة المقترحة. وهذا كمان نفس الخيط السابق بس لون مختلف. صورة توضح لون الخيط كما هو موجود في الموقع والبيانات الموجودة في الخيط، نوع الخيط، سماكة الخيط، حجم الخيط، السنارة المقترحة. وهذا كمان نفس الخيط السابق بس كمان لون مختلف. الألوان المتوفرة في الموقع 3، الألوان اللي أصلا تجي من الخيط 7 ألوان، أنا اخترت 3 ألوان الموجودة المتوفرة في الموقع. صورة توضح لون الخيط كما هو موجود في الموقع والبيانات الموجودة في الخيط، نوع الخيط، سماكة الخيط، حجم الخيط، السنارة المقترحة. هذا كمان نفس الخيط السابق بس الاختلاف في انه موجود مع الخيط داخل خيط لميع برضو من ماركة كارتبو، اسم الخيط متريوشكا لوكس فيريجيتد كيك يارن. الألوان المتوفرة في الموقع 6 ألوان، الخيط يجي منه أساسا 7 ألوان، أنا اخترت لونين فقط. صورة توضح لون الخيط كما هو موجود في الموقع والبيانات الموجودة في الخيط، نوع الخيط، سماكة الخيط، حجم الخيط، السنارة المقترحة. هذا اللون الثاني اللي أنا اخترته من متريوشكا لوكس فيريجيتد كيك يارن اللي فيه خيط لميع، وزي ما قلت لكم متوفر في الموقع 6 ألوان. صورة توضح لون الخيط كما هو موجود في الموقع والبيانات الموجودة في الخيط، نوع الخيط، سماكة الخيط، حجم الخيط، السنارة المقترحة. النوعية الثانية من الخيوط هي خيوط يارن آرت بريز، أخذت منها اللون الأسود هذا. صورة توضح لون الخيط كما هو موجود في الموقع والبيانات الموجودة في الخيط، نوع الخيط، سماكة الخيط، حجم الخيط، السنارة المقترحة. وهذا اللون الثاني اللافندر من يارن آرت بريز، نفس الخيط السابق. صورة توضح لون الخيط كما هو موجود في الموقع والبيانات الموجودة في الخيط، نوع الخيط، سماكة الخيط، حجم الخيط، السنارة المقترحة. والشيء الأساسي اللي خلاني أطلب الخيوط السابقة إني أبغى سنارات كلوفر المقاسات الكبيرة، المتوفر في الموقع 6 مقاسات، الأساسي تيجي 7 مقاسات، أنا أخذت مقاس 6.5 و7 8 و9 و10 و12، رقم 15 أو سنارة رقم 15 مو متوفرة في الموقع. هذه صورة لجميع المقاسات الكبيرة. وكالعادة لما تطلبي من موقع هوبيوم بيجيكي الباج هذه والاستيكرات والتاج اللي مكتوب عليه هاند ميد. هذا كل شيء بالنسبة لمقطعنا لي اليوم، أتمنى أن المقطع عجبكم وفادكم. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والتابع الجديد اللي رح ينعرض في القناة. أشوفكم قريب بإذن الله، في أمان الله.